الابتدائي التريك الكبير في حياتي كان في ابتدائي لما انا لقيت هذا الرجل بيجيب لي الجهاز دي في الجهاز سمير كل الحاجات اللي معظمها اقراها هم صغيرين مش بس كده ان هو يقصد لي مكافاه يقول لي عاوزك تلخص لي القصه دي في نص صفحه لا في صفحه وفي كذا طبعا الفلوس بالنسبه لنا زمان فلوس بدا ان هو يعني يحاول ينمي حب القرايه والكتاب عندي بطريقه عمليه مش بالهواجس وكده كان عقلي جدا حلو جدا هو في الاساس كان مدرس لغه عربيه وطبعا لما طلع معاش كان مدير لكن اساسه مدرس لغه عربيه ويعني هو لاخر كان وكيل المدرسه انا اذكر هذا ثم موجه كان حتى هو وكيل هو موجه كان يمتاز اي حصه فاضيه يخش يشرح العيال هو كده بقى انا مدرس مفيش حاجه اسمها وكيل دي حاجات اداريه مش اكتر فظل يتعهدني برعايته سنوات طويله جدا لدرجه انه كان بيشترك معايا في مؤتمرات الجوازيه طبعا لما كان واحد يخش يذاكر ما كانش بيذاكر اكيد كان معاه كتاب صغير ويحط في الكتاب اعتقد كلنا عملنا كده رجل مستحيل لقى ملف في المستقبل فلاش خلاص ده وفلاش وسماش وظهور فكان وقتي بيطلع لي انا ببقى قاعد بقنعه ان انا عاوز هدوء تام ارجوك مش عايز حد يتنفس مش عايز حد يتحرك ولا يقرب من الاوضه اللي انا فيها كنت في الثلاثة جوه حاطط الكتاب وقاعد عايش حياتي بقى ومنفعل جدا فكانت والدتي لما تحب تعمل كبسات مش انت تتاكد ان النظام مستمر اتفاجئت والدي الله يخبط قال لي كبسه اقرا الكتاب كبسه من غير ما يعرف يعني انا مش قايل انا داخل اقرا كتاب قصه بس ده بالفعل كان بيحصل ان هو انا ما بحرمش فقصدي ان هو نجح انه يخسر من اصدقائه لانه كان بيعاملني على ان انا راجل كبير في نفس الوقت كانت اخواتي البنات بينبذوني بره عالمهم تاخدوني دايما بره اوضهم فاللي هو مش بلجا غيره يعني الحقيقه في المرحله الاعداديه اذكر ان هو بدا يخش معايا خميس منصور في ثانوي كنت بقرا معاه العقاد وطه حسين معاه لاحظ الكلمه انا اوريدي مش هعرف اقرا العقاد ولا طه حسين ولا اصلا فاللي هو قعدني معاه وقرا لي صفحه صفحتين طب كمل طب انا هقوم اعمل ايه على كامل التشكيل اللي حصل في الفيلم كل دي حاجات كانت بتتم بوعي تام منه وفي جهل مني انا كنت قاعد اشرب ده قاعد امتص ده اخد ده وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل وفي نفس الوقت طبعا الجسد القوي المتين المفتول العضلات كان بيحرمني ان انا العب بقى كوره والحاجات الجميله اللي الناس بتلعبها دي فكان معظم الوقت انا بالفعل ما عنديش غير ان انا اقرا وان انا اتواصل معاه ويعمل لي جوائز انا عملت فلوس على حسابات الله يرحمه بالاضافه بعد كده لما كبرت بقى شويه اكتشفت بقى حاجات هو مخبيها مذكرات كاتبها مليانه حاجات زي الفل عن فتره الستينات بقى والسبعينات والعالم زي الفل وقصص ومسرحيات وشفت كمان انه كان بيعمل مسرحيات بيمثلوها في المدرسه وخد بيها جواز على مستوى الجمهوريه وبتاع كان بيخرج وبيمثل بس في نطاق طبعا الكليني هو ما حاولش لان عاش في القاهره تقريبا 15 سنه وبعدين راح اعار الجزائر خليه في هناك مفيش حاجه بقدر ان هي جايه من هناك فلما رجع قالوا له بس هنوديك حته هاديه كده المنصوره شويه على ما ترجع راح من المنصوره بعدين ودوه شربين شربين بلد جنب المنصوره ب 20 كيلو كده بس شويه هو راح هناك عجبه الهدوء والسكينة والسلام قعد حتى لما جاله نقلة قالوا له لا أنا طلبت يعني كده عشان كده كان محدود ومش منتشر طبعا لسه ما كانش كله نشر تنشر للناس العادية والكلام ده فالخلاصة إنه بالفعل نجح بإن هو سلمني الراية زي ما بيقولوا فأنا قليت على نفسي إن هو عربية فصحى أو كتبت على نفسي إن أنا أي كتاب أكتبه هنسيبه لأصحاب الفضل الحقيقيين وليس أولى منه صاحب فضل سواء على مستوى المعلم اللغه علمني البطل من طريق سجلها علمني اعبر عن نفسي لما كنت بكتب موضوع تعبير في المدرسه يعني مش عاوز اقول يعني المدرس كان يديني 8 من 10 وهو يصححه لي ويديني 20 من 10 ويديني 20 جنيه في جيبي وممكن يخرجني بالليل مش عارف يوديني فين كان جو بصراحه يعني عالم خرافي ولذلك كان من حلم حياتي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمني ان انا يرى اول كتاب لي لكن طبعا شقة مدار ان هو يعني يرحل قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمني في دور الكتاب وان كان 85% منه انا كنت بقرا عليه. طبعا لما كبرت بدات اكتب بشكل يعني شبه احترافي شويه وانشر في كذا مكان كنت حريص دايما ان انا اقرا له حاجه ويصححها لي ويقول لي اعمل كذا وكذا دايما نختلف مع بعض واحب اكد فرديتي في مواجهته يقول لي انا اقترح عنوان كذا اقول له لا بس يا مصطفى انا شايف عنوان ده يفتقد الى الله يرحمه فعشان كده ده الطبيعي ان انا الراجل ده اكن لي كل احترام ما اقدرش ان انا ما اكتبش عنه وان شاء الله في حاجه في مشروع تاني خالص ان انا بشتغل فيه بالتوازن مع شغلي يعني انا بجمع الحاجه بتاعتي وان انا ان شاء الله هعملها وبكتب تعليق عليها وجو كده تاني بس ربنا يقدر يعني.
النهارده بسيطه في البيت، بس طبعا انت عارف احنا رجاله يعني ما بنعملش. ده بقى اكل عيش يعني. عاوز تعمل كتاب باسم مراتك مش عليك، مش هتعمل كتاب تاني. طيب الكاتب القاهري اللي عايش في القاهره، الكاتب مش عايز نقول كاتب القاهره عشان يسمى. لا 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 عادي كده، ما عنديش ازمه على فكره، ما عنديش ازمه نفسيه خالص مع القاهرين، مع ان شربين مدينه ومركز وواحد ابراشي من شربين بعدنا بكام شارع، بس انا ما عنديش اي ازمات نفسيه. بالعكس انا لما بخسر حاجه بقول شايف انا راجل من الاقاليم، ففي الحاجات دي بالعكس انت دايما لما تجاهد بعيبك او اللي بالناس اللي تظن انه عيبك تتكلم عنه على انه امر عادي وتفقدهم سيطرتهم عليك. فبالعكس انا كاتب متكلم. اتفضل. النزوح 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 الى القاهره وتضم الاحداث التي حدثت في حسام مصطفى ابراهيم وضمها كثيره يعني كثير قوي مش كثيره بس الى ان نحتفل اليوم بهذا الكاتب. ايه اكتر حاجه ممكن تكون اثرت فيك في كل مرات؟ جربت مع اوضتك، حسيت في نفسي قوي. غير اوضتك، غير التجربه الجميله بتاعتك الجميله. انا ممكن النهارده مذكور تكون علامه فارقه في حياه حسام مصطفى الكاتب القصصي؟ والله انا بتخيل ان اي حاجه الواحد كل نوره بيها بتاثر، حتى وانت معدي في الشارع شفت عربيه خبطت في عربيه، شفت قطه بعدين تخيل كده الدماغ دي عامله زي كاميرا فيديو بتلقط كل حاجه وبتختزنها وبتسدفها، وان كانت بتحط في اماكن انت مش متوقعها لحد ما تيجي اللحظه اللي بتيجي تكتب فيها بتلاقي لها ايه مخزون داخله وانت تسترجعه وتصيغه بالشكل اللي انت بتحبه. بس الحقيقه اكبر تجربه اثرت فيها او اكبر معنى اثر فيا لما جيت القاهره بامانه شديده جدا مع احترامي لجميع القاهريين اللي موجودين على عيني وراسي، اختلاف نمط التعامل ما بين الريف، خلينا نقول الريف برضو احنا سيمي سيتي يعني نصف مدينه نصف ريف. فلما جيت القاهره هنا انا الله يرحمه والدي من ضمن الحاجات الحلوه دهاني شويه قيم وشويه اخلاقيات ان الواحد بيتعامل بيها بفطرته مع الناس، وانا للاسف قدرتي بعترف محدوده جدا في التعامل مع الناس. انا طول عمري يا ماسك كتاب لما ربنا اكرمني جبت كمبيوتر يا قاعد قدام الكمبيوتر، حته التواصل البشري في حد ذاته ما كنتش بارع فيه قوي. حتى لما تواصلت كنت انا في مقام المدرس والطالب قدامي، كنت بدرس برضه كمبيوتر برمجه، كنت بدرس عربي، درست رياضه مره معلمة، فقصدي برضه كنت في مكان فاشل. انا فاشل في الرياضه فاشل بس ظروف اكل عيش، فبرضه قصدي كنت برضه في مكان ما بيسمحش ان انا مدرس وده تدريس، فما بيسمحش ان التواصل يبقى مرن ما بيني. فلما جيت القاهره انا اشتغلت ثلاث اربع شغلانات قبل ما اجي القاهره كلها في مجال التدريس، وكنت معظمها مع ناس كبيره، فكان في نمط معين من الاحترام والتواصل، ما خدتش خبره. اول ما جيت القاهره هنا انا اشتغلت في مجله سيدتي المجله العربيه للتصدير في مصر، اشتغلت كمحرر ديسك ومراجع لغوي. كان اول احتكاك ليا بعالم الشغل الحقيقي بقى اللي هو صراعات وخناقات، وابقى قاعد جنبك ويخبطك زوم مع انه مش هيستفيد. الجو اللطيف ده اللي اكيد انت جربتوه قبل كده. تخيل بقى انسان قروي يقف امام تنين، يعني هي بالظبط كانت كده. اتحركت المواقف بقى والصراعات والاشياء كثيره جدا. فانا كنت بتعامل معاك من اول بذهنيه الانسان البسيط وبضحك وبهرج، لحد ما اكتشفت ان ده اسلوب فاشل قوي. انت لازم يبقى ليك وشين او اكتر، ثلاثه اربعه خمسه حسب ما ربنا يعطيك الصحه، وتبدا تطلع الوش اللي يستحق. المؤدب تتعامل معاه بادب، المحترم تتعامل معاه باحترام، قليل الادب مش شرط تتعامل معاه بقله ادب، بس على الاقل ما تتعاملش معاه باحترام. يعني مش شرط انزل، انا مش هروح اسال الحرامي واقول ما هو سرقني، لا، بس في نفس الوقت ما ينفعش تعامل اسلوبك المعتاد مع الناس لوحدها بطريقه عاديه. سبحان الله كان رئيس القسم عندي في مجال السيادة كان رجل قديم له وبكل الفضل عليا، كنت اتمنى ان احضر النهارده بس اكيد حصلت وجود هذا الرجل. انا اول ما جيت اصطدمت بيه مباشره، حصل سوء فهم نابع من يعني اشياء غريبه يمكن انا مش متذكرها، كانت النتيجه ان انا بعد اسبوع واحد سبت له المكتب قلت له السلام عليكم، نفس النص السلام عليكم، ورحت واخد شنطتي شنطه اللابتوب بتاعي على كتفي ورحت نازل مروح فاتح التليفون خلاص، قعدت بقى انعي القاهره وحوش القاهره ومدينه بالاقل
و كلام كبير لحد ما في نفس اليوم فوجئت بالراجل رغم ان انا شديت معايا انا ما غلطتش الحمد لله بس شديت معايا وراجل كبير في السن وراجل رئيس قسم تصحيح الاعضاء يعني حتى محترم يقدر يكلمني انت غلطت بس انت ابني ولازم ترجع ولا ما جيتش ولا لا جايب عربيه وجاي واختك انت متخرج وانت متزيفي وجيت من الراجل استوعبني بسرعه جدا ولفيني بمعنى اصح فتاني يوم خدت الشنطه طبعا مرات فرحت جدا لما سبت الشغل الحقيقه ما انساهاش الموقف ده فرحت وبدات على اسس جديده وبتاع اكتشفت ان انت لما تخلص من عصبيتك لما تفتح قلبك هتستفيد اكتر من لما تنشن لما تحكي كل حاجه لعصبك الحقيقه الراجل مش موجود ولذلك لا يعتبر كلامي نطاق لي لكن الراجل ده فضل كبير جدا على يعني تاني واحد تاثرت بيه بعد والدي رحمه الله عليه كان هذا الرجل من الناحيه اللغويه انا طبعا كنت شاطر جدا في العربي واعرف نحو واعرف اراجع واعرف اكتب لكن لما رحت طريق هذا الرجل بدات اتعلم من دون احتراف شويه في قواعد احنا بندرسها في قواعد النحو اللي هو بيعملها في ساعات هو احترافيه المهنه تك 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 هتلاقي الجو ماشي فبس هو ده اكتر حاجه شدتني في الطريقه اسلوب التعامل اختلف نوعا ما كان بس مع الوقت الحمد لله يعني بدات ان انا ما بقتش قاهري طبعا وما بقتش ريفي الراس على السلم بقى عندي بالفعل بصراحه مطلقه اكتر من وش اكتر من تكنيك او اكتر من طريقه بتعامل بيهم مع الناس زي الوش اللي بتعامل بيه مع الجدعان في وسط يختلف عن الوش اللي بتعامل بيه مع الشوط مع الناس كده اول تعليق جالي على المجموعه القصيره قال ان كبيره حجمها كبير انا دافع فيها حاجه مش انت اللي دافع وعدد القص اللي فيها كمان كتير انت شايف ايه بالنسبه للموضوع الحجم بص مبدئيا انا بتخيل ان المجموعه عباره عن مشروع انا ببني بيت فلازم في البيت احط الباب واحط الحمام واحط الترموم بمعنى اصح بناء متكامل فانا القصص دي كلها تجربه مش هقول تجربه واحده بس فتره من حياتي او فتره ذهنيه وفتره عمريه من حياتي متكامله انا كتبت بعدها مثلا حوالي 15 قصه مش عاوز اقول لك ان المجموعه الثانيه خلاص قربت على الانتهاء لكن كان سبب اختيار دول كلهم في كتاب واحد حتى لو كان كبير شويه او العدد ضخم شويه ان دي تجربه مكتمله ده بيت قايم على سطح الارض بكل ابوابه بشبابيكه بسجاده بنجفه فما كنتش اقدر ان انا اديك بيت من غير شباك او اخنصر في الباب بالاضافه لان العدد لو جيت تناقشه او تبص عليه هتلاقي ان القسم الاول من المجموعه كلها قصص قصيره لا تزيد عن صفحه واحده وفي قصه سطر واحد عجبت ميشيل جدا ساب الكتاب كله لان هاري نفسي فيه قال لي القصه دي شكرا فقصدي ان برضه لما تيجي تبص هتلاقيها مش كبيره هي عدد صفحاتك لكن القصص في القسم الاول كلها اكبر قصه يعني قصه تخينه فيهم صفحه وثلاث سطور واقل قصه سطر حوالي مثلا 8 كلمات او 9 كلمات بس لكن هي وحده مكتمله تاخدها على ايه على بق واحد ليه التقسيم؟ احنا اعتدنا على الشكل العام للمجموعات القصصيه انها مجموعات منفصله كل مجموعه كل قصه ليها عالم منفصل دلوقتي احنا عندنا قسمين قسم اهتزازات صغيره ثم قسم جروح دائره تمام كلام جميل جدا انا مؤمن ان اللاواعي لدى الكاتب بيتدخل بنفس القدر اللي الواعي عنده بيتدخل بيه بمعنى في حاجات انا بعملها انا بشيل موبايل ده واحطه هنا وانا عارف انا عامل ده ليه انا واعي تماما لكن ممكن وانا بتكلم معاك اعمل كده ومش عارف اروح حاطط كده ليه مثلا اللاواعي عندي لان انا في ندوه مش عاوز حد يزعجني فببعد الموبايل عني عشان ما فاذا الانسان بيتحكم فيه وعي ولا وعي اكاد اجزم ان التقسيمه كانت بلا وعي انا لقيت نفسي وانا بشتغل لما جيت اجمع انا طبعا قبل انا كنت بكتب قصه وعنوان وخلاص مش في دماغي اي حاجه لما جيت ان انا اعدها للمشي وخلاص لقيت نفسي بعمل كده ان انا اهتزازات صغيره بحط القصص القصيره قصيره جدا في ركن وبعدين جروح غائره وبحط القصص الطويله فاول حاجه ممكن تقول ان عشان الحجم ان دي صغيره ودي غائره وممكن تعدي النقطه دي وتقول ان طبيعه التجارب في القسم الاول برضو مش 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 مزلزله قوي ما هيش جروح غائره ما هيش حاجات يعني في حين ان في القسم الثاني كله قيمه الفقد فيه اعلى يمكن في حته فلسفه شويه او في حته سواد شويه فبالتالي حسيت كده لا شعوريا ان ده لابد من فصل ده في جزء وده في جزء قد تختلف معايا طبعا في ده قد تتفق قد تشوف ان لا ده المفروض تعكس الاسماء تبقى لكل واحد وجهه نظره الشخصيه لا حاجه على احد بس انا شفت ده قد اكون موفق فيه وقد اكون غير موفق الجزء الثاني بروح دائرة في بعض العناوين المشابهة للأعمال الموجودة سواء في القصة القصيرة أو أعمال شعرية عندنا الغريب وصباح بسكر وأحلام محرمة وهوامش على دفتر النكسة تمام وانكسار الأشرع الحمامة والعكاز هل ده كان مقصود؟